أنس جابر سارت حديث مواقع التواصل الاجتماعي. الخبر ليس خسارة نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، وإنما العزم على مواصلة مشوار النجاح بكل إصرار وعزيمة. واسم أنس جابر بمحاذاة واسم غونشلام حصد تفاعلا واسعا شمل المنصات الاجتماعية جميعها، ومعهما تصريحات وزيرة السعادة التي مزجت بدموع حاولت أنس كفكفتها دون جدوى. أنس أكدت أنها ستواصل العمل حتى النجاح في الظفر بألقاب الجراند سلام البطلة التونسية التي تعهدت بالعودة بقوة، قائلة إن هزيمتها في بطولة أمريكا المفتوحة أمام إيغا شيانتيك كان من الصعب تقبلها. كشفت أيضا أن ويمبلدن كانت صعبة، مضيفة أن الخسارة كانت صعبة لكنها ليست ممن يستسلمون. قالت بالحرف: أنا متأكدة من أنني سأكون في النهائي مرة أخرى. عزيمة، إرادة وغيرها من المصطلحات التي تبعث بالأمل، علق بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صورة وتصريحات أنس جابر. فرغم خسارتها إلا أنها استطاعت ضمان العودة إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي.